احتفاء بالذكرى السادسة لثورة 11 من فبراير، احتضنت عزلة الصنا بمديرية المعافر حفلا فنيا وخطابيا وعرضا عسكريا رمزيا أقامته قيادة اللواء 35 بالتنسيق مع شباب الثورة. مشاركة شعبية ورسمية كبيرة في الحفل الذي تخللته فقرات متنوعة أكدت في مجملها على عظمة يوم 11 من فبراير الذي أسقط بموجبه نظام المخلوع صالح بثورة شبابية شعبية سلمية. تلا ذلك عرضا عسكريا رمزيا لكتيبة المهام الخاصة في اللواء 35 والتي احتفل بتخرجها بالتزامن مع احتفالات الشعب بذكرى الثورة. لم يغب عن المشاركين والمتحدثين واقع المحافظة في ظل حرب الميليشيات على مدينة الثورة السلمية التي دفعتها الجماعة الانقلابية إلى انتهاج الكفاح المسلح.